مشاهدينا الكرام حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. اليوم جولتنا فنية وتنطلق من محافظة كربلاء. الجولة هذه راح يكون معنا ضيف فنان قدير أحد القامات الفنية في محافظة كربلاء. هذا الضيف هو عبد الأمير طعمة، أحد الرسامين اللي ذاع صيتهم داخل محافظة كربلاء. اليوم احنا متواجدين بأحد المعارض الفنية للفنان عبد الأمير، راح يرافقنا من خلال هذه الحلقة، نتعرف على تفاصيل مهمة قد تكون بها رسائل تحكي معاناة الشارع العراقي، وبالخصوص المعاناة في العهد السابق. لاحظنا كثير من الرسومات بها تتكلم عن الماضي وتراث الماضي وتفاصيله بصورة دقيقة جدا، راح نتعرف عليها من خلال ضيف حلقتنا الأستاذ عبد الأمير. السلام عليكم، حياك الله. السلام، الله يحييك. رحمة الله والديك حبيبي، أشكرك. نبارك لك اليوم هذا المعرض اللي أنت شخصيا قد تكون ناسي هذا أي معرض من المعارض الفنية اللي أنت قائمة. والله لربما هي مو وجهة نظر، أكيد هي، لأنه أنا تجاوزت العشرات قريب يعني من 50، بس إحنا نريد نقول المعرض 12. إيه، وأنا أغلب معارضي تحدث عن البيئة العراقية والأرض العراقية وما تحتويه من كنوز حقيقة لها خصوصية تتميز بها عن بلدان العربية بواسطة دجلة والفرات وطبيعة الناس العراقيين وخصوبة الأرض وما شاكل ذلك. احنا لاحظنا العديد من الرسومات الجميلة. طبعا للتنويه، هو اليوم افتتاح هذا المعرض، لكن احنا اسبقنا الاحداث قبل ما يكونوا الضيوف موجودين بهذا المكان حتى نقدر ناخذ فرصتنا مع الاستاذ عبد الامير قبل ما اكيد اذا جو الضيوف وبعد ما راح نقدر نتواصل وياه ولا راح يقدر يشرح لنا عن الرسومات اللي موجوده بهذه المنطقه. استاذ عبد الامير، يعني اكو فد موضوع مهم انت من خلاله ردت توصل فد فكره خصوصا على الماضي القديم. يعني دا لاحظ انه هذه الصوره وهذه الصوره، هذه كذلك، هذه يعني كنا دا تحكي عن تراث للعراق. احنا عشنا فترات يعني، وهذه عشناها وتعايشنا معاها. اكو ناس اللي بعمرنا وحتى هذا الجيل يعني يحب من الحكايات القديمه والموروث الشعبي. هذا الموروث احنا تميزنا به، فقدرت انقلب باغلب اعمالي إضافة للبساتين وتربة هذا الأرض. هنا عندنا مجموعة أعمال إن شاء الله تمرون عليها وتشوفوها، يعني الرحى أو المرأة التغزل وحكاية النساء في بداية المحلة أو الحارة، هاي كلها قصص. أو الإمرأة اللي تدخل للسوق، هاي الإمرأة اللي تدخل للسوق يعني كانت تكون من بهرة بألوانها والأقمشة وطريقة العرض، هي ما شايفة هذا الشيء، عبرت عنها. احنا خلينا نبديها بالتسلسل. نعم. يعني كل لوحة من لوحاتك أكيد هذه لوحات أيضا. نعم. إذا عندك لوحة بها حكاية خاصة. نعم. هذه اللوحة، إذن هذه أعتقد هي لوحة الغزل. نعم، هذه اللوحة من الطرفة أنه كانت معلقة في مكان عام. انتبهوا شباب، يقول له هاي شنو، هاي الطيار طيارة، شنو الموضوع، ما يعرفوها. لكن الناس الكبار ردوا عليها، قالوا يابا هاي امرأة دا تغزل، يعني تجيب الصوف من الجسمة وتحولها إلى خيوط، والخيوط تلفها بهذا المطوة، وبعدين تصنع من عدة العباية، وقد يكون أنه النسيج المادة. نعم. والمخدة كلها هذه. نعم. هاي الامرأة اللي تطحن القمح وتحولها إلى طحين، هسه كلها أجهزة حديثة. نعم. وهاي الأجهزة الحديثة انفقدت من عدها. هاي انفقدت تقريبا سبعينيات بالضبط. هالشكل أكو عندنا هذه الامرأة حديث المحلة بعد ما تطلع للسوق. تاين أنا شاير للشناشيل اللي موجودة في بغداد. هي تطلع من بيتها تتحرر،
فكانت واعد ابنها يعني ما معناه انه راح اشتري لك شيء من هذا القبيل، وهنا تلاقي صاحبتها ويكون الحديث يستمر قد يتجاوز الساعة، وهذا المسكين باقي يعني ينتظر معها الهدية وكل شيء ماكو. كنا أنا همين شيء دقيق التشاير لي يعني شوفها هذه الأطفال اللي يلعبون هنا أنا لعبة الدعاب ولا توقع؟ هذا الطفل كان يعني يلعن الساعة السوداء اللي إجا ويا أمه، لو باقي ويا هذول الأطفال يلعب هو يحصل من هاي الهدية الموعودة. ما اتوقع اني مريت بهذه الحاله اكيد. زين هذه اتوقع خليني اني ابدا بالحديث قبلك، يعني اتوقع انه هذه الفتره اللي جفت بها الاحوار والاسماك اللي ماتت بذاك الوقت، والمواطن او اللي كان ساكن في هذه المنطقه بقى يعاني معاناه الاحوار، لا سمك لا اكل ولا شرب. صحيح صحيح. فهو الحاله هو يوصفها بهاي القعده مالته ومن دي يشرب حسرة جدا. والحزن مبين يعني. هاي لوحة سياحية نقدر نعتبرها بنفس المكان قبل ما يجف بالضبط. هاي نعبر عنها عن سياحة احنا بلد سياحي جميل مغطى بكل بقعة من عنده بجمال، لكن ما مستغل بطريقة صحيحة. وهذه عبرت عن الأسماك، هي ما ظاهرة للعيان لكنه عبرت عن الطير والسمكة والحيوان هو كلها ثروة بالحقيقة، لكن للأسف لحد هذه اللحظة احنا بالعراق ما استغلينا مثل هذه الثروة. عندنا هنا بمحافظة كربلاء عندنا الرزازة، عندنا أماكن سياحية عديدة، لكن للأسف هذا هو الحال. مجرد احنا بقى نعبر عنها بالرسومات ولا إذن صاغية لكل المسؤولين. هذا باسل الخشب إلى حكايات أتوقع بالثمانين، هذا لا قبل الثمانين سبعينات وقبلها ممكن، هو تقريبا نهاياته صارت بالسبعينات. اتوقع والدي مره سولف انه بال 68 كانوا يروحون بيه للبصره، كان الطريق يستغرق عندهم ساعات طويله. صحيح. هذا كان نفترض انه في كربلاء او بالحله، يتوجه كل واحد الى جهه معينه مثلا لاريافها. النساء كانت تتحمل بالبيوم والالبان والدجاج، تصعد بهاي السياره سواء بالطابق العلوي او بالوسط. السائق ينتظرهم للظهر، هم يبيعون ما عندهم ويرجعون للسياره ويشترون بالثمن اسمه بهاي السياره. وكانت هاي السياره محمله بالحيوانات والناس والبساطه الجميله، هي رغم الجو مو مريح لكنه اكو حكايات حلوه بها. نعم نعم. هذه شنو استاذ عبد الامير؟ هذه اكو منطقه عندنا بكربلاء اسمها حاليا يسموها ام العقاريق، هي باب السلالمه. هذه بيوت مزاحمة، وهاي البيوت تطلع من عندها الأولاد تلعب والبائع المتجول والناس قد يكون هم صيام. يعني نقدر نقول عليها مثل الحارة اللي حارة شعبية بالضبط، هي هذا اللي أريد أقوله، حارة شعبية. وبيوتاتنا تتميز بهذه الشناشيل، وهاي الفسحة أمام الدور كانت محطة للعب، وأحيانا يكون نزاعات بسيطة وتنتهي بعد دقائق ويرجع كل شيء لمكانه. يعني انت لاحظنا انا طبعا مشاهدينا اشوف هذا الشناشيل اللي موجوده، الشناشيل الكربلائيه تختلف جذريا عن الشناشيل البغداديه. نعم. فيها رسومات تختلف وطريقه صحيح عرض تختلف. صحيح. فكلها الوان الوان الشناشيل البغدادية. نعم نعم. هذا ايضا اتوقع تشير للريف. هو اكيد هذا ريفنا الفرات الاوسط. بس الفرات الاوسط يعني مو البصره والعماره والناصريه، ما اتوقع موجود، بس احنا كثافه النخيل والبيوتات هاي توحي لك انه بالفرات الاوسط. نعم. وهذه احنا خليت كثافه بالاشجار، وقد يكون هم عندهم حمام يطيرون، وهذا سواء طالع بعد ما نكمل لأن مرتويات بالماء وماكلات وهاي راجع للبيت مالته. كذلك هذا أيضا هنا نفس الحكاية اللي تحكي عليها. اسمها نخلة البربن. إحنا نخيلنا دائما يكون الثمرة مالته صفراء، الزاهدي أو الخستاوي أو البرايم باللون الأحمر. فطيت فد شيء يتوازن ويا اللوحة ويا البنت الحاملة الماء ويا الأوراق. هذه تطفت ألوان زاهية
واللوحة تكون أكثر جاذبية، لأن مو اللون المعتاد اللون الأصفر مثل ما متعارف عليه. هذا إحنا حتى بأفراحنا للأسف، حتى بأعيادنا، المرأة أول ما تحمل الراية وتروح واللبس الأسود تطلب نذرها أو تدعي لابنها، قد يكون متوفي وقد يكون في مكان معين بالقتال، وتدعو له بالعودة فرافع هذا العلم. هذا عنوان موجود عند أغلب النساء. هذا الريف، ريفنا الجميل كذلك الحال. أكو حركة عند نساء الريفيات، أتوقع حركة خجل، ابتسامة، ممكن ابتسامة أو خجل أو طلب موضوع معين أو اندهاش. هاي الحركة تفكير بنفس الوقت، إيه يعني ترافق معظم نساءنا هذه الموضوع. هاي طالعة من بيت أبوها رايحة البيت. أي هذه الأغنية اللي دائما نشتغل طالعة بيت أبوها، جسدها أستاذ عبد الأمير بصورة لطيفة يعني. أشكرك. كذلك الحال هذه موجودة. هذا عندنا من أكثف مناطق العراق بالإيجار. منطقة اسمها بليبل، إذا بسامعين. محافظة كربلاء. هاي بليبل محافظة كربلاء. بديالة أكو هيج، فهذا العمق وهذه الكثافة بالإيجار قلما تجدها بمحافظة من محافظات العراق. قد يكون بديالة أو في كربلاء، هو عند بليبل المشهور هذا عندنا. هذه واحدة من الصور اللي خلتني يعني أقف عندها. هذه صورة، لو سيد المصور يركز لي على هذه الصورة، هذه الصورة وهذه الصورة، صورتين بها قصة عظيمة جدا يعني جسدها أستاذ عبد الأمير. لكن بنفس الوقت احنا اليوم ما راح نركز على ذني الصورتين، ما راح نحكي بهن، راح ننتظر تعليقاتكم من خلال هذا البرنامج، وراح تشرحوا لي شنو يقصد بهذه الصورة. هذه الصورة تشوفون معامل وقبب أئمة ودخان، وتلاحظون الطريقة اللي رسم بها أستاذ عبد الأمير وجسد بها الشخصية العراقية خصوصا كبار السن. هذه الصورة كذلك تلاحظون هذا الدخان، تشوفون الحالة اللي موجودة بها الشخصيات بهذه اللقطة، بها رسالتين، هذه اللوحة وهذه اللوحة، رسالتين مهمات جدا جدا. ركز بصورة دقيقة بعيدا عن كل مجاملات العمل، وراح انتظر تعليقاتكم تشرحون شنو ما موجود داخل هذه الصورة. هذه الصورة قد تكون بعض الشيء صعبة بالنسبة يعني كمتلقي، ما قدرت أفهمها. لا، هي تقريبا بها وضوح يعني نوعا ما رمزت ما بين أموال، ما بين قوى، ما بين سلاطين، ما بين عمال. نعم، هي نقدر نقول إيقاعات متعددة تحت هذا تكعيبية، هي هذه مدرسة تكعيبية. إيقاعات معينة تحت القباب، يعني القباب هي مو بس قضايا دينية أو توجيهية، ممكن تكون أعمال متعددة. ممكن العامل يعمل والفلاح يزرع، وممكن أنه الصياد إذا كان بالسيس ما يصيد. هي مجموعة أعمال، مجموعة أعمال وقصص تحت هذه القباب. أني هاي ما بيها إشارة إلى أنه أنا اعتزازي بوطني، النخلة ما تفارق أعمالي. النخلة 90% من أعمالي هي النخلة موجودة. فهذا الموضوع. هذه الامرأة، هذه؟ نعم نعم. هذه كانت يعني هذا المي اللي تحتها أنا شربت من عدة وأنقى من هذا المي اللي هسه يباع بال يعني بأي سنة شربت من هذا المي؟ شربت من عدة لحد الثمانينات. هذه المنطقة وين بالضبط؟ هذه ممكن تقول بالخيرات. بالمناسبة عندي وحدة محافظة كربلاء، طبعاً تنوية الخيرات داخل محافظة كربلاء. نعم، هذا الجذع دائماً كان يوصل بين جهة عبار ما بين معبار، وهاي عندها معاناة رغم جيدها الأهلها اللي ربما حملها إلهم بشيء هم راح يشوفوا فشي حلو ويستقبلوها. هي بعد غيبة عند بيت زوجها، بين من هذه اللي موجودة على رأسها أتوقع يصيحوا لها البقشة. البقشة نعم، هي البقشة. صح، طبعا هذه التسميات هي موجودة حقيقية، لكن البقشة هذه هذه
اسمها اللوحة تطفو البريء. يعني لو غير واحد يتطفل بهاي الطريقة أعتقد ما راح يسلم من هذا. هذا من حقه هذا الطفل إنه يشوف حتى كاسر الحائط ويشوف هذا المطير شيء. يعني هو كاسر الطابوق اللي موجود ومخليه حتى يصعد. تعلاوة حتى هاي تطفو البريء هذه. يعني مسموح لهذا. طبعاً هي بعيداً عن هذه اللوحة بس يقولي هو الفنان اللي رسم هيك. أشوف هنا. مياه شط العرب هاي مرة سمعتها. هي فرع من تفرعات شط العرب والقصيم حقيقة بوقتها. يعني أتوقع هذا مكان موجود هسه حالياً. هو المشكلة هي أتوقع اللوحات اللي موجودة في هذا المكان أغلبها تغيرت. تغيرت هي ملامحها تغيرت. ملامحها تغيرت وما هذه مع أحفادي. أنا قبل ما أبلش بالتصوير يعني خلف الكواليس أنا قلت مستحيل يخيب ظني إنه يطلع هذه الصورة مو هو نفسي الأستاذ عبد الرحيم. فبالتالي طلعت هي حقيقية يعني إنه ظني ما خاب. أحفادي. وهذا يعني هسه حيدر اللي منها ظهرة هسه عمره 15 ويعني كبروا فرق 4 سنين عن قبل 3 سنوات. زين هاي الرمانة أنتم فتحتوها طلعت حمراء لولا؟ يعني لا بيضة وبعدين أنا صبغتها. هذه الصورة جميلة تعبر عن أزمة الكورونا اللي صارت وتفاصيلها اللي حرمت فيها الأطفال والشباب وكل شخص بهذا الوقت حرم من كل شيء من عالم الخارجي. أنا يمكن جرأت إنه أنا أشرحها بس كان شرحي دقيق. أحسن ما سويته وهي فعلاً وصول للحقيقة هي. إذن دقيقة هي واضحة شرحها. إيه 100% هذه. نعم. بصراحة يعني باوع النظرة للطفلة شلون وضحت بصورة دقيقة جداً. وضح هاي الحيوانة نفس النظرة الاندهاش والتعجب من هذا القادم الغير مرئي بالنسبة لهم. صحيح. أنا راح أصلح إنه أنا أصير. والله يا أبي لو أصير مكانك أصير مكاني ماكم. هاي عشتها الفترة. فترة الحصاد. الحصاد اليدوي. هي هاي كانت مجموعة عن أهازيج ووصيات واحتفالية. هاي الاحتفالية من العجيب إنه يتزامن حصاد الشلب اللي هو الرز. يتزامن مع نضوج التمر. نعم. فالفلاح طول السنة تقريبا ما يملك شيء. هذا الموسم أو هاي الفترة راح يحصل على الرز والتمر. نعم بنفس الوقت. أي فاحتفالية تصير وأهازيج وحلو. شيء بشيء يذكر يعني لحد هذه اللحظة أنا لاحظ إنه بعض من أصحاب البساتين يستخدمون هذه الطريقة. أفيد. ما أعرف شنو الميزة. لا أحيانا البعض. البعض. الأماكن معينة. هي هسه موجودة هي أماكن كثيرة لكن هسه البعض دا أشوف إنه يستخدم خصوصا إذا كانت المساحة الأرض قليلة. صحيح. فيستخدم هذا لأنه الماكينة ما تقدر تدخل بهذا الأرض. تدخل بالضبط. أيضا التكاليف قد تكون أغلى من. لأنه يعيد الماكينة تريد. باقي الصور هذه كلية أتوقع تحكي عن تراث. تقدر تقول عنها استعراض عضلات بالنسبة للرسام. ما أدري تعرفوا الرسام أو لا ما أدري. فهذا يعني يريد يستعرض عضلاته. هو قد يكون عنده إمكانية بالظل والضوء. هاي رسمتها عدة مرات. بس دائما النسخة الأولى تجي أقوى من الثانية ما أعرف. هاي كانت. وين النسخة الأولى؟ هاي النسخة الأولى ومصورة. وصورتها. يعني من اشتغلها مرة الثانية شلون طبخ المرأة من تقولها هذا طيب اسوي ليها مرة الثانية تطلع بيها مال حنا بعد تخرب بعد ما تقرب لها. يعني هاي تفاصيل يعني مو مالكم علاقة احنا بس نحكي على الفن يعني مو بعدين نرجع للبيت وماكو اكل. هذا خطية هذا الرجل. هذا كان اكو فد لوحة المفروض تصير بصفها. نعم ليش المرأة فإلها علاقة تجانس بالقعدة والشيء والهالقبيل. المرأة اللي كانت مخلية إيديها على فمها هي من خلال هذا الموضوع. طبعاً الشيء بالشيء يذكر إنه هذا الموضوع اليوم ركزنا عليه مع أستاذ عبد الأمير. أستاذ عبد الأمير يعني اليوم كانت الحلقة مميزة جداً بحضورك. أخذنا بعض الشيء تفاصيل عن لوحاتك الموجودة. لكن هذا ما يسمح به وقت برنامجنا. نتأمل إنه
هذا المعرض إلى النجاح كعادة المعارض السابقة، وهذا تميز أنت تستحقه. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. جزيل الشكر. كلمة أخيرة. ربي يحفظكم، وأنا أشكركم لجهدكم وتواصلكم ولقدومكم هنا. لي شرف. حبيبي الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، طبعا اليوم ركزنا على هذا المعرض من معارض محافظة كربلاء مع الأستاذ عبد الأمير طعمة. اليوم كانت حلقة مميزة وفنية بكل معالمها وتفاصيلها. نشوفكم بحلقة ثانية. إلى ذلك الوقت كونوا بخير. قبلوا تحياتي جاسم الهميم. مع السلامة.